أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الحديث أن الجن كانوا يقولون عند قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أنهم قالوا عند كل سؤال: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. يقول: هل يشرع لإمام المسجد وهو يقرأ سورة الرحمن أن يقف ويقولها هو والمأمومون؟ لا، لم يرد هذا، لكن خارج الصلاة لا بس، ما أنه يقول في الصلاة، الصلاة لا يقال فيها إلا ما ثبت بدليل. نعم.